لأن اليوم نحضر إحدى التظاهرات الهامة التي تدخل ضمن برنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، ألا وهو هذا البرنامج الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. اليوم نفتتح إذن أحد أهم المهرجانات الذي ننظمه لأول مرة، ألا وهو مهرجان الفنون الرقبية، مهرجان تيفوت أو رابا نوميريك. هو مهرجان نؤسسه بهذه المناسبة بمناسبة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، وهو مهرجان نعقده في دورته الأولى، ولكن ستستمر دورته إن شاء الله في المستقبل. لماذا الفنون الرقبية؟ لأن الفنون الرقبية هي فنون حديثة، فنون يتوجه إليها الشباب، فنون تعطي مجالا للإبداع والخلق ربما أكثر من فنون أخرى. وهذا المهرجان بطبيعة الحال كما أنها فنون تحظى باهتمام كبير من طرف الشباب. هذا المهرجان بطبيعة الحال يضم مجموعة من العروض الفنية إضافة إلى ورشات ولقاءات من متخصصين، لقاءات مع مختصين في هذا المجال، إضافة كذلك إلى مشاركة طلبة المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان ومعاهد أخرى متخصصة في هذا المهرجان. طبيعة الحال اليوم هناك حفل موسيقي يختلف عن الحفلات الموسيقية العادية التي نراها، وستكتشفون ذلك بحيث أن التكنولوجيا الرقمية حاضرة في هذا الحفل بقوة، سواء على مستوى الإنارة أو مستوى الحركات والتخيلات أيضا في القاعة. لا أعرف كيف أصف لكم هذه هناك أيضا مابينج على البناية الرئيسية بشارع محمد الخامس، بناية بريد المغرب إن شاء الله سيكون ابتداء من يوم 17. وهناك قرية رقمية أو فيلاج نوميريك في محج الرياض سيبتدئ يوم 17، وسيضم مجموعة من الإبداعات الفنية في هذه المجال، ومنوعة من التجارب التشاركية والتفاعلية مع الجمهور، إضافة إلى هناك كلمات يعني يصعب ترجمتها بالعربية. المهم نعدكم ببرنامج شيق ولأول مرة في بلادنا. محمد رشدي بالجمعية ديال موروكو نوميريكا، يعني مدير فني ديال هذا المهرجان الأول في المغرب وفي الإفريقية ديال الفنون الرقمية. هذا المهرجان سنديروه في الإطار ديال الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، واللي حاولنا نديروه بأن هذا البرنامج سيقدم للجمهور ديال الرباط وديال المغرب وديال إفريقيا أعمال فنية في الميدان ديال الفنون الرقمية بصفة عامة، وغادي يشوفوا حوايج اللي ما عمرهم شافوهم في حياتهم، حيث هذه تجارب جديدة بزاف، ومزيان المغرب اللي تيتطور يكونوا فيه هاد المسائل هادو. كاينين معارض كلاسيكيين، ولكن هذا الفن الجديد تيهمنا بزاف اليوم. مجيد سادتي من جمعية موروكو نيميريكا، المسؤولة أيضا على الإدارة الفنية لهذا المهرجان. طبعا هذا المهرجان هو في دورته الأولى، ويندرج ضمن فعاليات الرباط العاصمة الثقافية لإفريقيا، وهذه دورة أولى ونتمنى أن تكون دورات أخرى. طبعا هذا المهرجان يقدم مجموعة من الأعمال في مجال الفنون الرقمية سواء الإفريقية أو الدولية، وهو أيضا يعني فرصة أو إن شئتم هو جسر يربط بين الثقافة الإفريقية والثقافة عبر مختلف بقاع العالم. الأساس هو لقاء المبدعين فيما بينهم من أجل خلق مشاريع فنية والتعاون، أيضا إقامات فنية، ورشات تكوينية إلى غير ذلك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع أصحابكم.